الرئة اليمنى والرئة اليسرى. الرئة اليمنى شايفين انه في عنا شق مائل يبدأ من الوجه المنصفي بيتجه للأعلى والخلف الوحشي، مع الشق المعترض بيقسم الرئة اليمنى إلى ثلاث فصول، علوة متوسط وسفلي. بينما بالرئة اليسرى شق مائل، شق مائل وحيد بيقسم إلى فص علوة وفص سفلي، إضافة لشيء اسمه لسين أو لسينة الرئة اليسرى. بالنسبة لحواف الرئة عندنا الحافي الأمامي الحادي، حافي أمامي حادي بالرئة، الحافي المدورة أو الخلفية عليها الشق المائل، هي الحافي المدورة شق مائل، والحافي السفلي الحادي أو المقعرة تحدد قاعدة الرئة. سرة الرئة عندنا الرغامة كما شايفين اللي بتتقسم لا القصبة الرئيسية يسرى أفقية تقريبا مع طويلة ورفيعة تدخل بمدخل واحد بسرة الرئة. لا بتنقسم طبعا جوا سرة الرئة، لكن نحن بنحكي انه خارج سرة الرئة ما بتنقسم، قوية وقصبة سفلي. تمام؟ إذا القصبة العلوية قصبة سفلي وبتكون تقريبا متمادية مع الرغامة وقصيرة وعريضة قصب الرئيسي اليمنى. بالأمام والأسفل عندنا الأوردة الرئوية الأربعة بتصب، طبعا هذا جدار الأذيني اليسرى أو الأذين الأيسر بالقلب، بتصب فيه الأوردة الرئوية الأربعة. باليمين عندنا وريد رئوي أيمن علوة، وبالأسفل وريد رئوي أيمن سفلي. واضحين؟ مبسوطين بشكل واضح. طبعا إذا دخلنا فيها من هون هذا وريد، وهون عنا وريد. جهة اليسار نفس الشيء، عنا وريدين كمان، وريد رئوي أيسر علوة، ووريد رئوي أيسر سفلي. كمان هون هون هاي الروافد للوريد الرئوي الايسر من الفص العلوي. ينقسم خارج السره بينقسم هلا الروافد هاي فيها، خارج السره بينقسم هلا القسامات هاي لا هاي داخل السره. هلا هذا الرباط، هذا شايفين الرباط، هذا الرباط الرئوي بغطيه، يعني هي بيكونوا مغطيات بالرباط، هذا اسمه الرباط الرئوي. طبعا الجراحه انه مثلا اذا بدي استقصه فص العلوي، فهذا مثلا تربط انت الوريد العلوي، تمام، انه بحيث انه ما يصير أزي على، والوريد السفلي بضل على الوسط السفلي. الشرايين اللي بيطلعوا من جذع الرئوي بتوزعوا لشريان رئوي ايمن شريان رئوي ايسر. باليمين كمان شايفين بينقسم لشريانين، هاي لمعة الشريان العلوي وهي لمعة الشريان السفلي. طبعا هاي وين؟ باليمين. فبالتالي نحن باليمين اذا عندنا ست فتحات، قصبتين بالخلف، شريانين بالاعلى والامام، ووريدين بالامام والاسفل. اذا شريان بالامام والاعلى ووريدين بالامام والاسفل. بينما باليسار عندنا شريان واحد، لمعة شريان واحد شايفينه هو الشريان الرئوي الايسر. بالتالي عندنا اربع فتحات، قصبي شريان ووريدين. بالنسبة للانطباعات عندنا انطباع البطين الايسر او القلب، بيطلع منه الابهر، بيعمل قوس الابهر هول وبينزل على الابهر الصدري النازل اللي هو بيكون بالمنصف الخلفي. هون عندنا انطباع الاجوف العلوي، الاجوف السفلي، وهون عندنا بيجي قوس الفريق وريد الفرد اللي بيجي من خلف السره، هذا انطباعه هون بيطلع خلف السره، تمام. هلا راح تشوفوا على الجسي وبصب الوريد الاجوف السفلي العلوي. واضحه؟ طيب هلا بنجي بنشوفهم على الجسي. هي عندنا الرئه اليمنى، القلب طبعا الأذيني اليمنى، كيف شايفين هذا الاجوف العلوي. الاجوف العلوي مثل ما عندنا الجدار الخلفي له بيصب عليه الازيغوس او الوريد الفرد اللي هو هذا.
واضح تمام من خلف ما يركب نعم هذا هو شايفين شو عامل تلم او انطباع على لزيني اليمنى تمام واضح على الرئة اليمنى على الرئة اليمنى اي اذا هذا الانطباع تبعه هذا هو بيجي بصب في الجدار الخلفي للأجور العلوي طبعا هون شايفين عنا قوس الأبهر كيف بيطلع من البطين الأيسر تمام وعنا هون الجزع الرئوي هذا هو الجزع الرئوي الجزع الرئوي بيمشي تحت شايفين تحت قوس الأبهر بيتفرع لهالفرعين هذا الفرع اللي هو الشرايين الرئوي الأيمن واضح ريان رئوي أيمن نعم إذا الشرايين الرئوي الأيمن بيطلع من الجزع الرئوي بيتابع هون لوين بيروح أسرة الرئة بيتفرع لفرعين مثل ما حكينا هذا العلوي وهذا السفلي إذا علوي سفلي الشريان الرئوي الأيمن بينما باليسار يتفرع لفرع واحد هذا هون عن هذا المبهم شايفين كيف هي مرتحت هذا شريان الرئوي الأيسر مزق التامور ببين هلا راح نشوفه انه كيف يدخل فيه هذا هو شرابي قوي الايسر طبعا اذا دخلنا بالجزع الرئوي شايفين هذا هو بروح لوين على الرئه اليسار هنا باليمين هذا هو شايفين طبعا يتفرع له إذن جزع رئوي يتفرع اليمين يسار الأوردي اللي حكينا عنه هو نحن عنا طبعا الوريد الرئوي هذا هو الوريد الرئوي الأيسر العلوي وتحت وريد الرئوي الأيسر السفلي واضح؟ زين وريدين بينما باليمين نفس الشيء كمان نشوف هون عندنا صار ال اسمه الأسفل هذا هو العلوي وهذا السفلي واضح؟ إذن علوي وسفلي وريدين شريانين والقصبة صارت بالخلف القصبة زي ما نشوفها هاي القصبة اليمنى هاي القصبة اليسرى واضح؟ الوريد نصف الفرد نصف ما نشوفه وريد نصف الفرد يكون بالمنصف الخلفي إذا بدنا نشيل القلب بين هذا الجزء الرئوي هذا الشريان الرئوي الأيمن الوريد الرئوي الأيسر العلوي وريد الرئوي الأيسر السفلي وريدين طبعا هذا عصب حجابي هذا العصب مبهم مارق خلفه Yeah.